اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. امبارح الحقيقه برضو وانا قاعد بتفرج او بقلب في السوشيال ميديا حد كان بيتكلم عن ان طارق حامد لاعب نادي الزمالك افضل من اليو ديانج لاعب النادي الاهلي 100 مره. يعني تشبيه غريب جدا وفارق كبير جدا جدا ما بين اليو ديانج وطارق حامد. واضح جدا الفرق في الملعب، على الاقل الفرق في الجسم بس. يعني خلينا نتكلم منطقيا، لما نيجي نتكلم احنا لازم نتكلم بالمنطق علشان الناس تبتدي تسمعنا وتفهمنا والناس تبتدي ما تبعدش عننا. فعشان كده لما تيجي تتكلم عن او اي حد يجي يتكلم عن مقارنه لاعب بلاعب، خصوصا ابدا بالمقارنه اللي الناس شايفاها فالناس شايفه ان اليو ديانج فرق كبير جدا ما بينه ما بين طارق حامد على الاقل في الجسم، على الاقل في الجسم والسمانه ممكن. فيعني اعتقد ان الموضوع لا يتعدى كون ان الواحد عايز لمجرد ان هو زي ما قلت لحضراتكم في بدايه كلامي في بدايه البرنامج مش النهارده في اوله، قلت لكم دايما لما حد بيجي يتكلم وعايز الناس تشوفه وهو بيتكلم ويعرفوه وهو بيتكلم لازم هيروح للنادي الاهلي. النادي الاهلي بقى ايه؟ مجلس ادارته، لاعبيه، اي حاجه، هيروح لاي حاجه في النادي الاهلي علشان نبتدي نتكلم عليه. بس انا ما كنتش هتكلم طبعا عن الموضوع ده، ولكن انا الموضوع ده لفت نظري لانه على الاقل مش هتكلم فنيا ومش هتكلم كذا ومش هتكلم كذا، لان دي في الاهلاويه كلهم هيقولوا حاجه والناحيه الثانيه هيقولوا حاجه ثانيه، ولكن على الاقل في الجسم بس. يعني طبعا ممكن يبقى في زي ما قلت لحضراتكم الاهلاويه يقولوا حاجه والزملكاويه يقولوا حاجه وده يقول حاجه وده يقول حاجه، ولكن في النهايه يا اخي يعني ما نيجي نتكلم بالمنطق وبالعقل، ما نتكلمش بحاجه ثانيه.